التطوانيين وحلم المغاربة وجود تطوان في النهاية كما فعل الرجاء ولمن اللعب أمام البرنكي في مباراة تاريخية لا تتكرر بينما كرة أمامية للجهة اليمنى حال تطوان ما يطمنش حال تطوان ما يطمنش هذه كرة أمامية تسديد يثور الهجوج على الدفاعات الرجاوية هذا هو رضا هذا هو الهجوج هيجان الهجوج على الدفاعات الرجاوية والكرة في شباكك يا خالد عسكري جمهورك ينادي الهجوج ودادي ودادي لك حبي وفؤادي يا وداد يا وداد مع الرضا الهجوج تسديدة قوية شوف بكري شوف ابراهيم النقاش هو اللي مر الكرة يا سلام على المهارة يا سلام على التسديدة وهادي هادي هادي الصعب عليك يا خالد عسكري جيبها من الشباك يا خالد امامك الرضا الهجوج يعلن الصراحة لم تلمس الكرة وقلنا بين جوسيرو ماي غير الاسلوب غير التكتيك من الاربعة اثنين ثلاثة واحد للاربعة اربعة اثنين بدخول راس حربة الثاني حمزة على جانب الاسمويتيس هذه الكرة في وسط الميدان يبحثون عن ايفونا لكنه ضاع وسط الدفاعات يعود ايفونا تعود اللمسات الودادية باقدام ايفوارية أجمل هدفك يا كوني عالمي يا رجل عالمي يا رجل سينمائي يا كوني بالعرض البطيء أعطينا مخرج المباراة الرعادة هدف خرافي هدف ولا في الأحلام بقدم إفوارية بكري كوني بالتخصص يا رجل بالتخصص يا رجل كرة في الشباك الرجوية للمرة الثانية في المباراة ما أحلى الهدف ما أحلى المتعة الودادية ما أحلى الأهداف الودادية وداد وداد الأمة وداد المقاومة وداد الكبرياء وداد الأهداف الراقية وداد الأهداف الجميلة عالمي يكوني عالمي يكوني نسخة طبق الأصل يكوني لهدفك في مرمى الشباب تسخن إفرا شوف الإعادة شوف الاستلام يا السلام يكوني حلوة 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 اللقطة حلوة اللقطة جميلة اللقطة شوف الإعادة مهما قلت ما لكن إلى أين للحافظ ينطلق في الصراع مع السعيدي السعيدي يقطع الطريق أمام اللاعب الحافظي وبالتالي الكرة إلى الرمية الجانبية تنفذ بسرعة طريق اللاعب كوني أو إلى الكوكو على غير العادة كوكو من ينفذ الرمية الجانبية مباشرة سريعة الحافظي هذه فرصة 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 والكروشي جول الرجاء يعود العالم يعود الأخضر يعود في هذه اللحظات في هجمة مرت سريعة على الدفاعات الودادية الكروشي يغار الدفاع الوداد ويقول للجميع بأن الرجاء قادم الرجاء عائد الرجاء لم يستسلم عودوا يا أنصار الرجاء عودوا للمكانة يا أنصار الرجاء الأخضر يعلنها صراحة بأنه لن يتنازل عن نقاط المباراة لن يتنازل عن النقطة شوف لباس لفيفيان شوف الصعود الكروشي غلطة العمراني هذه في شباكك يا عقيد هذه في شباكك يا عقيد بنيران الصديقة تطوانيين وحلم المغاربة وجود تطوان في النهاية كما فعل الرجاء ولمن اللعب أمام البرنكي في مباراة تاريخية لا تتكرر بينما كرة أمامية للجهة اليمنى حال تطوان ما يطمنش حال تطوان ما يطمنش هذه كرة أمامية تسديد الرضا الهجوج
الرجاوية. هذا هو رضا، هذا هو نجوش، هيا جامل نجوش على الدفاعات الرجاوية، والكرة في شباكك يا خالد عسكري، جمهورك ينادي يا نجوش، ودادي ودادي لك حبي وفؤادي، يا وداد يا وداد مع الرضا نجوش. تصديدة قوية، شوف بكري، شوف ابراهيم النقاش هو اللي مر الكرة، يا سلام على المهارة، يا سلام على التسديدة، وهادي هادي هادي صعب عليك يا خالد عسكري، جيبها من الشباك يا خالد، امامك الرضا نجوش يعلن الصراحة. لم تلمس الكرة، وقلنا بين جوسيرو ماي غير الاسلوب، غير التكتيك من الاربعة 2 3 1 للاربعة 4 2 بدخول راس حربة الثاني حمزة على جانب الاسمويتيس.